في ظل الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها بلادنا احتفاء بالعيد 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، أوقدت قيادة محور العبدية في الخطوط والمواقع الأمامية في جبهة العز والشرف شعلة العيد السبتمبري المجيد ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية. شهدت جبهة العبدية في محافظة مأرب ابتهاجات كبيرة واحتفالات واسعة وإيقاد شعلة الذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة بحضور عدد من قيادات الألوية والوحدات العسكرية في محور العبدية. وأوقد أركان حرب اللواء 117 مشاة العميد زيد العرشي شعلة الثورة بحضور عدد من قادة الأركان وعمليات الألوية والوحدات العسكرية في محور العبدية. إن هذه الثورة هي تستمر، كلما استمر الأحرار والمناضلين الشرفاء من أبناء الشعب اليمني ستستمر هذه الثورة طالما هم موجودين، وهم الآن في جميع المواقع وفي جميع الميادين يناضلون وباستمرار من أجل مواصلة جهود وأهداف ثورة 26 سبتمبر الذي أخططها ثوار ثورة 26 سبتمبر المجيدة. ونحن من هنا نعاهد شهداءنا وأبطالنا بأننا ماضون على دربهم وسائرون في طريقهم حتى تحقيق النصر. صمود أسطوري لأبطال الجيش الوطني في جبهة العبدية وملاحم بطولية خالدة يسطرونها وهم يوقدون شعلة سبتمبر المجيد في سبيل التخلص من ميليشيا الحوثي الإنقلابية واستعادة الدولة اليمنية القائمة على مبادئ 26 من سبتمبر المجيد. نستلهم السبتمبري الهوى، لا أنحني أبداً، أمضي على درب آبائي وأجدادي. هذا اليوم العظيم سيظل بإذن الله عز وجل في قلوب كل اليمنيين يتوقد، كما تنظرون إلى هذه الشعلة تتوقد قلوب أبناء الجيش الوطني والشعب اليمني قاطبة تتوق إلى صنعاء وتتوق إلى السلم وإلى التعايش وإلى أن يحلم الشعب اليمني بالعدل والمساواة ودولة النظام والقانون. فهذا اليوم المبارك يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. هذا اليوم العظيم سيظل رغم كيد الكائدين ورغم تآمر المتآمرين إلا أن هناك ثلة كبيرة من أبناء الشعب اليمني ماضون على هذا الدرب، على درب الزبيري وعلي عبد المنين، هؤلاء الأحرار الذين خرجوا من رحم المعاناة من الإمامة من عهد الجبروت. في ظل هذه الاحتفالات الغامرة تعهد أبطال الجيش الوطني بالمضي قدما لدحر أحفاد الإمامة والكهنوت وتحقيق أهداف الثورة السامية وحماية المكاسب الوطنية. لقناة عدن الفضائية رفيق السامع مأرب.